يستخدمون الله أكبر الله أكبر حتى يرققون الراء في كم الأعمال ذيك؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كيف يختم الأذان؟ آخر شيء يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا الحجاز إيه نعم. المدينة في نغمة الحجاز المدينة الغالب اللي نسمعه وأنا سمعت أكثر من يعني مؤذنين المدينة في البيات نغمة البيات مقام البيات نعم مقام البيات يبدأون هكذا دائما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا إلى أن يختم بهذه نغمة البيات الجميلة وأنا أتساءل لماذا لا يؤذن بمقام مثلا الرست أو الصبا